مساء الخير، مساء يتجدد معاكم بحلقة جديدة من برنامج اسأل القانون. اليوم حلقتنا، بما أن برنامجنا قانوني، فموضوع حلقتنا عن كيفية اختيار أو طرق اختيار المحامي. اليوم في موضوع الاستشارة القانونية أو فيما يخص طريقة أو اختيار المحامي، نحمل فيه نسبة كبيرة للموكل أو الشخص اللي رايح يحصل على استشارة. ليش؟ لازم تعرف اللي لك واللي عليك قبل ما تروح تحصل على أي استشارة قانونية. أول شيء، يعني شنو استشارة قانونية؟ أو ليش أروح لأهل القانون عشان استشير؟ عشان بس تعرف التكييف القانوني للواقع اللي أنت قاعد تمر فيها، أو الظرف اللي أنت قاعد تمر فيه، أو الحالة اللي تمر فيها، وتعرف هل لها تبعات قانونية، آثار قانونية، مدد قانونية معينة لك أو عليك. فلازم تعرف هذه التفاصيل كلها. دائما السؤال يكون شلون اقدر اختار محامي؟ هذا للاسف هذا المفروض السؤال الصحيح اللي قبل ما تروح تحصل على استشاره تساله. على اي اساس انا اروح المحامي؟ اول شيء، المعلومه اللي لازم اقولها لكل الاشخاص اللي قاعد يتابعونا بحلقه اليوم، ان في 4 درجات قيد من المحامين. عندنا بالمرحله الاولى محامي متدرب، احنا نسميه محامي الف، بعدين محامي محكمة كلية، هذا المحامي فقط يترافع أمام المحكمة الكلية. أيضاً عندنا محامي جيم أو محامي محكمة استئناف، هذا المحامي لو قضيتك وصلت للتمييز أو الدستورية، أو كان عندك قضية أمام المحكمة الدستورية، ما يقدر يكمل وياك. أيضاً الدرجة الأخيرة، وهي خلينا نقول آخر قيد من درجات المحامين، محامي التمييز والمحاكم الدستورية. فلذلك إحنا دائماً نلاقي في الاستشارة: أستاذة أنا رحت عند أستاذ فلان قال لي كلام، وأستاذة فلانة قالت لي كلام. أنت لازم تعرف مدى خبرة المحامي اللي أنت رايح له. أحياناً يكون عندي شخص عطاك هذا التكييف القانوني بناء على خبرته اللي ما تجاوزت 4-5 سنوات، فبالتالي احنا ما نقدر نقارنها بالمحامين اللي لهم خبرة كبيرة. فبالتالي المسألة أو المبدأ الأول اللي على أساسه أنا أختار محامي اللي أنا رايح استشيره، سمعته الطيبة في مهنته. المفروض ان احنا كناس رايحين نحصل على استشاره ما نروح للاكثر شهره. بالنهايه المحامي شهرته هذه خاصه فيه وليس خاصه بالشخص اللي رايح يحصل على هذه الاستشاره، فبالتالي الافضل سمعه. المساله الثانيه، الخبره. يعني اليوم احنا في هذا الموضوع خبره اي محامي تختلف عن الاخر تماما. بالإضافة لذلك أن هناك للأسف بعض الأشخاص يقارنون بين استشارتين قانونيتين ما لهم أي علاقة في بعض. خبرة هذا المحامي ونزلته للمحاكم ووجوده ومثوله أمام النيابات والمخافر مختلفة كلياً عن محامي آخر، يمكن يعني خلينا نقول نسبة حضوره أقل، نسبة خبرته أقل. فبالتالي هني نقدر نقول أنت شلون حصلت على هذه المعلومة القانونية، على أي أساس أنت قدرت تستحصل على هذه المعلومة القانونية. فلذلك من المهم جدا أنك تعرف قيد المحامي اللي أنت رايح له، خبرته، سمعته، كل هذه تأثر في الاستشارة اللي أنت راح تحصل عليها. بعض الأشخاص يتخوفون بما أن هذا صاحب خبرة أكثر، فبالتالي يطلب أتعاب أكثر. الأتعاب مختلفة من مكتب لآخر، وما هي مثلا خلينا نقول مبدأ ثابت بين المكاتب، وما له علاقة شهرة المحامي في مسألة تقدير أتعابه. ولكن أنت لازم تعرف وقت استشارتك شنو الأوراق اللي عندك، شنو الأوراق اللي محاميك راح يوفر لك إياها. كل هذا يأثر على الاستشارة اللي أنت رايح تحصل عليها عند أهل القانون. من المهم جدا أيضا أن نعرف أنا لما أروح المكتب، المكتب المحاماة هذا، هل أنا أتعامل مع صاحب المكتب نفسه ولا فقط أخذ الاستشارة القانونية من المستشار اللي موجود في هذا المكتب؟ هذا أمر جداً مهم. ليش؟ لأن قانون تنظيم المهنة في الكويت نص على أن حق الحضور للمحامي الكويتي فقط. فلذلك إحنا مكملين معاكم في موضوع طرق اختيار المحامي، ولكن بعد الفاصل. في برنامج اسأل القانون اللي تقدرون تتواصلون فيه معنا على منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاغ اسأل القانون.
واللي راح نستضيف فيه كثير من أهل التخصص اللي راح يكون لهم علاقة بالقانون والأسئلة القانونية. تابعونا من الأحد الخميس على تلفزيون الكويت في برنامج اسأل القانون. ورجعنا من بعد الفاصل وحلقتنا اليوم المخصصة عن طرق اختيار المحامي والاستشارة القانونية، وتكلمنا قبل الفاصل عن أهم الأسس اللي على أساسها نختار المحامي اللي رايحين نستشيره في أي موضوع يخصنا قانوني. لازم ننوه على أن إذا أنا رحت لمكتب المحاماة أني أقابل صاحب المكتب نفسه أو المحامي اللي أنا راح أقوم بتوكيله. هل المحامي هذا فاهم وضعي، فاهم الظرف اللي أنا أمر فيه، فاهم الواقع القانونية اللي أنا قاعد استشيره فيها، فاهم ظروف الواقع وعارف شنو التكييف القانوني لها؟ لأن في الغالب شنو أسمع من الناس؟ أنا كان عندي قضية عند مكتب معين ولكن تعاملي كله مع المستشار. لازم نعرف أن حق الحضور أمام المحاكم الكويتية للمحامي الكويتي فقط، فبالتالي المستشار مع خالص الاحترام لكل المستشارين اللي موجودين في جميع المكاتب القانونية، هذا المستشار ما له حق الحضور أمام القضاء، لكن يقول لك بالنهاية هو يكتب لي. طبعاً، ولكن هناك في كثير من الأمور اللي تستجد وتحدث أمام القضاء، القاضي يسألني عن أمر معين في القضية، عن حيفيات في القضية، أسئلة في القضية، عن آخر تأجيل لها. إذا ما كان المحامي فاهم هذه القضية وعارف وين وصلت وشلون بدت وشنو حيثياتها وشنو تفاصيلها، بالنهاية هني نقدر نحكم على القضية إنها خسرانة. لكن اللي صاير بين الناس إنه روح أعطيك رقم واحد يضبط لك، يكتب لك كلمتين محضر فيها عند القاضي، أخذ لك هذا المستشار مثلا، أوفر لك من المحامي. بالنهاية ما حد مسؤول أمام القانون عن قضيتك إلا المحامي في حالة إن أنت وكلت محامي فيها. خل نفترض أن أنت خلينا نقول حبيت توفر، ما وكلت فيها محامي وقررت تروح لأحد المكاتب المضمنة. شنو يعني مكتب مضمن؟ يعني أنا أدش من باب المكتب ألاقي جميع الجنسيات ولكن لا أثر للمحامي الكويتي، وأنا أسعد بهذا الشيء. ليش؟ لأنه ما رح يطلبون مني أتعاب مرتفعة. بالتالي إذا حصل ما حصل في قضيتي، خسرت القضية، صار لها تبعات معينة والقانون هني أصلاً يمنعني أني أنا أرد أرفعها من البداية مرة ثانية، ما تقدر تشتكي لأنك أساساً أنت رضيت بهذا التخاذل من البداية. فبالتالي إحنا لما ننوه للناس وننبه عليهم، إذا محاميك نفسه معارف قضيتك معناته قضيتك خسرانة، لأن هناك ما يستجد أمام القضاء في كثير من القضايا. أيضا هناك أشخاص يقول لك أنا رفعت القضية بنفسي، روح ارفع القضية ما تحتاج تستشير فيها، فبالتالي سهلة، أنا الحين لو يحطوني محامي أنا أقدر أصير محامي. يا جماعة، إذا ضبطت مع شخص أو شخصين ممكن ما تضبط على مليون آخرين. ليش؟ لأن إحنا عندنا بالنهاية أي قضية فيها شكل، فيها يعني دفوع موضوعية وفيها دفوع شكلية. شكل القضية إذا ما اكتمل أنت المسؤول، موضوع القضية إذا ما شرح بالطريقة المفروضة ما راح تقدر تاخذ حقك على أكمل وجه. فبالتالي دائما نقول لجميع الأشخاص ابحث عن محامي فاهم موضوعك، فاهم قضيتك، فاهم الموضوع اللي أنت قاعد تكلمه فيه، بعيد عن الشهرة، بعيد عن السوشيال ميديا، فاهم هو شنو قاعد يتكلم عنه، امتابع، وهذا الأمر جدا ضروري، امتابع ما يستجد من القوانين الحديثة اللي صدرت، سواء كانت قانون الطفل، قانون العنف الأسري، مكافحة الفساد، كثير من القوانين اللي صدرت، من المهم أن يكون المحامي فيها مواكب لهذا التطور القانوني، عارف الثغرات وين، عارف الحقوق والواجبات لكل شخص، فبالتالي الاستشارة القانونية مهمة جدا. أيضا في وقت استشارتك للمحامي لازم تقرأ عقدك معاه، لأن بالنهاية
عقدك مع المحامي هو بذل عناية وليس تحقيق نتيجة، فبالتالي إذا رحت حصلت على استشارة قانونية وقال لك قضيتك رابحة 100%، معناته استشارتك فاشلة 100%، لأن بالنهاية مهما اجتهد المحامي، مهما حط نصوص القانون، بالنهاية هناك ما يسمى بالسلطة التقديرية للقضاء، فبالتالي هذا كله إحنا نقول إذا الموكل ما اجتهد فيه من البداية ما يقدر يحمل المحامي المسؤولية القانونية. كانت هذه حلقتنا لليوم، لأن أهم القواعد القانونية تقول عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، يعني ما يصير تقول ما كنت أدري، فبالتالي دائما نقول لك اسأل القانون.